الأستاذ عبد العلي بوعبيد محامي بهيئة البنيطرة صحفي الله مكلف بمؤازرة المتهم عادل الخطابي والزوجة ديالو إيمان دحان. الأمور دازت في أحسن ما يرام طبقا للقوانين المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية. تم الاستماع إلى المتهمين معا وإضافة إلى المتهمين الطرف الآخر، والحمد لله تمت الأمور في واحد الأجواء جيدة وكان هناك واحد الصلح ما بين الطرفين. الأمر المسطرة حاليا عند السيد وكيل الملك غادي يدرسها ويدرس الاستنطاق ديال الطرفين وغادي يتخذ القرار ديال السيد وكيل الملك. فيما يخص بعض الملفات اخرى اللي كانت ضد الميلود واش تم مجموعه من الملفات غير الشكايه ديال الضرب والجرح؟ هذا ما نقدرش، كاين مجموعه ديال المساطر اللي تم الاستماع فيهم الى السيد عادل الخطابي. مثلا اسمح لي، هذا اسرار مهنيه، ما نقدرش نعطيك اسرار مهنيه كامله، فهمتيني؟ احترام وتقدير تتعلق في احوال الوثائق او الملف. القرار كلام غير واش كاينين هاد الملفات ولا لا؟ القرار وين الراي العام اكثر؟ القرار يخرج عند السيد، يخرج من عند طرف السيد وكيل، يخرج القرار للسيد وكيل الملك. هذيك الساعات ممكن نعطيكم القرارات ونعطيكم التفاصيل كامله، اما حاليا كتبقى السريه ديال البحث التمهيدي عند السيد وكيل الملك، تيخرج القرار ونعطيكم ديك الساعه التفاصيل اكثر. الشهود وصل الشهود ديالك الشهود واش كانوا جميع الاطراف؟ كانوا هناك شهود، كاين اللي صرح انه جا من بعد الواقعه وكاين اللي صرح انه لم يكن حاضرا. هذا ما كاين، هذا ما كاين معاينه عن طريق الكاميرات. هناك اقراص مدمجه ولكن لم يتم الاطلاع عليها، ربما اطلع عليها السيد وكيل الملك والضابطه القضائيه. هذا الشيء اللي كاين. القرار اللي خذا دابا وكيل الملك لحد الساعه مازال السيد وكيل الملك ما خداش القرار. شنو الحكم في هذا؟ ما نقدرش نحكم لحق السيد وكيل الملك، كتبقى له السلطه المطلقه في هذا الشيء. هذا تكلم لينا على اخر مستجدات في الملف. اليوم تم تقديم السيد عادل الخطابي الملقب الميلودي والحرام ديالو ايمان واشخاص اخرين من اجل القضيه ديال واحد التبادل الضرب والجرح. يعني كانت الاجواء ديال التقديم عاديه، تم الاستماع للجميع في ظروف عاديه والحمد لله ديلات بالصلح بين الاطراف، كل شيء دلا بالتنازل ديالو. اكدنا كذلك حنا كدفاع اكدنا التنازل ديال كافه الاطراف. فيما يخص امين كان هو اللي سبق بالشكايه الاولى بطبيعه الحال، سمحت لي استاذ انه كان عنده شكايات اخرى، يعني فيما يخص انه اللي دفع الشكايه الاولى وكذلك واش النيابه العامه ضمت مجموعه من الشكايات الاخرى اللي كانت تقدم بها؟ تم ضم كافه الشكايات المتعلقه سواء بالمشتكين أو سماء بالمتهمين، يعني جميع الشكايات المنسوبة للسيد عادل الخطابي أو السيد أمين أو الحرم ديالو تم الضم ديالها كاع كاملة اليوم، يعني كانت جامعة شاملة لجميع الملفات. نعم، شنو القرار ديال النيابة العامة؟ في انتظار القرار ديال النيابة العامة أتحفظ، يعني حاليا الحمد لله الأجواء داس مزيان في إطار قانوني صرف محض. تنشكر السيد الوكيل المحترم من هذا المنبر على سعة الصدر ديالو وبأنه كان يعني واحد الجو عائلي، تم نقاش القضية في واحد الظروف يعني سليمة مؤسسة قانونا، وتنتمناو بأن يكون القرار في الصائب وشكرا. كيف كانت الأجواء ديال الصلح؟ كيفاش تم إمضاء تنازلات؟ قربنا أكثر على الدولة. الأجواء ديال الصلح كيبحال الصلح الداخل كيبحال الصلح على برا، بحيث أنا كدفاع تعجبت بأنني شوك العلاقة الحميمية، بالعكس بعد عداوات يقول تيكون الصلح محبة أكثر وأكثر، علاقة حميمية كلشي ضحك ناشط في عناق حار ما كاين حتى شي مشكل. كيفاش دايره النفسيه ديال عادل الميلودي؟ الزوجه ديالو يعني هذا نورمالمون بان الجواب ديالو راهو باين، اي واحد ما يبغيش بانه يكون في هذه الحاله هذه. نوعا ما النفسيه شي شويه متدنيه بطبيعه الحال، يعني 48 ساعه بنادم يعني قاضيه بعيد على ولاده ما سهلاش. عادل الميلودي وصل تخللوا شهود؟ كاين هناك شهود. من طرف من؟ من طرف كلا الفريقين. امين وعادل؟ نعم. شكرا لك استاذ. واخا الاسم ديالك لا سمحتي يا استاذ. استاذ نبيل النوري محامي، محامي باردون، استاذ نبيل النوري محامي هيئه الكنس.